الامور الماليه دونك عندنا القرارات نتاع بنك المغرب والتوقعات وحضور النيه الى غير ذلك. النيه هي اللي كاينه لا في اطار اعداد مشاريع قانون الماليه ولا في اطار الحوارات اللي كانت واصلوا فيها سواء داخل البرلمان او معكم. وهذا بالاضافه للنيه وهذه ثقافه ويعني سلوك، راه عندنا هذا التدبير تاع الماليه العموميه راه تخضع للمعايير الدوليه المتعارف عليها وهي مضبوطه. غير التوقعات ملي تنتكلموا على المعدلات النمو، البنك المغربي الا لاحظتوا براسو راه راجع المعدلات النمو من يعني من فتره الى اخرى. اليوم البنك المغربي يتوقع اننا غادي ننهيو السنه ب 1.1. حنا تنتوقعوا والتوقعات درناها هذه شهرين اننا نتوقعوا باش ان شاء الله ننهيو السنه ب 1.5. وهاد التوقعين هما سوسون دي موديل اللي فيهم واحد لي فاريابل، ما سيحدث خلال شهر ديسمبر في بلادنا. حنا نعتقد بانه لا في المجال السياحي ولا عودة الأمل لموسم فلاح إن شاء الله نتمناه جميعا أن يكون جيدا، الموديل نتاعنا ولي فاريابل نتاعنا تعطونا 1.5، وإن شاء الله الرقم الحقيقي اللي تنهيو به السنة غادي تكون عندنا فرصة باش نقولو. فيما يخص كل الأرقام الأخرى حنا رحنا متفقين عليها، لا العجز وهو الأساس، ونتوقع جميعا إن شاء الله أننا ننهيو السنة ب 5.3، أرقام مضبوطة غادي نعلنوا عليها في حينها. التضخم راه بنفس الشيء، حنا تنقولوا بأن الحكومة قمنا بمجموعة من الإجراءات باش نخليو التضخم في مستويات يعني أقل من 6%، وهذا ما توفقنا فيه إلى حد كبير. لا أحد يعلم اليوم، والحمد لله أن الوضع اليوم يعني هو في اتجاه تنازلي، وهذا شيء إيجابي وسيؤثر إيجابا على هذه المعدلات. ولكن راه التقلبات اللي عرفتها الأشهر الأخيرة عرف العالم، ممكن إلا نكونوا مختلفين في هذه التوقعات بنسب مئوية ضعيفة جدا. وكيف ما قلت راه لا البنك المغرب اللي قال هذا الشيء شهر ولا شهر ونصف قبل نهاية السنة، ولا حنا اللي تكلمنا على هذه الأمور لما قدمنا مشروع قانون المالية في بين 20 أكتوبر و 12 ديسمبر. راه كاين بزاف تاع الأسابيع تفصلنا وكانت تفصلنا عن نهاية السنة. الأرقام الحقيقية هي اللي مهم وأساسي، وما يستنتج لا من الدواء الصحفي اللي عقدها السي عبد اللطيف الجوهري ولي بنك المغرب ولا بما قدمناه، هو أن الحمد لله الوضعية المالية لبلادنا في سنة 2022 رغم كل هذه الإشكالات ورغم كل هذه التقلبات فاستطعنا أن نوفر الظروف أولا باش نواجه كل النفقات الطارئة اللي زادت، وكانت عندنا فرصة وستكون عندنا الفرصة لتوضيحها بالتدقيق، وكانت عندنا أيضا الإمكانية والحمد لله باش نحافظوا على التوازنات والاحتياطي للعملة بلادنا، وهو اللي غادي يخلينا في آفاق إيجابية في علاقاتنا مع خط الائتمان مع صندوق النقد الدولي واللي تحدث عليه السيد ولي بنك. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.